اه طيب، لكن انا سمعت في سحب المراكب لما زرت البانوراما بتاعتهم يعني انه كان بيستغلوا فكره ان الطين، يعني يرشوا الارض الطين فيبلوها. هو طبعا عمل الاول زي قضبان كده من الخشب، وبعدين هذا الخشب ملاه بالزيوت والشحوم بحيث يسهل عمليه السحب. وعملوا كده مدرج بحيث انه يبقى مراحل، لان انت ممكن تسحب وفي الاخر راح ايه نازل تاني يعني. فهو عمل على هيئه انما مساله السحب نفسها مش هيتخيلها الا اللي جه وشاف الارض هنا مرتفعه ازاي في هذا الموضع. وفكره برضه جسوره قوي يعني. نعم. يعني غنى فكره مجنونه زي ما بنقول بتاع، لكن فكره جباره. صحيح. ان واحد يضحي. صحيح. وطبعا لازم نعرف انه ان في المشهد ده هلك كثيرون طبعا، يعني في ناس ماتت، في ناس ايديها اتقطعت، في ناس رجليها اتقطعت، لانه انت بتتحرك جيش كامل بيسحب معدات حربيه ثقيله. وبعدين انت مش بس الطلوع، النزول، انت ازاي تحافظ على السفينه وهي نازله، ومش سفينه او مش سفينه يعني اسطول، بتتكلم على اسطول سفن. فلكن هي دي الحركه التي صنعت. طب نزلوا الناحيه الثانيه، بقوا موجودين في خليج القرن الذهبي اللي الاسوار من جهته ضعيفه. انت لغايه دلوقتي حتى لو عديت هناك هتلاقي بقايا الاسوار، يعني اسوار القسطنطينيه البريه موجوده لغايه دلوقتي. ايوه صحيح. واسوار القسطنطينيه البحريه موجوده برضو. واسوار خليج القرن الذهبي موجود منها اطلال وبقايا، فتعرف انها كانت ضعيفه، اضعف من بقيه الاسوار. وعدوا بالمراكب نزلت. خلاص هنا بقى اضطرت القوات البيزنطيه انها اولا في انكسار معنوي رهيب بوصولهم الى خليج القرن الذهبي. يعني سؤال بس من هذه النقطه دي، طب ليه ما عداش بالقوات فقط دون السفن؟ لانه هيعدي بالقوات فهيعوموا مثلا في خليج القرن الذهبي. يعني هو كان محتاج السفن، محتاج السفن والالات الحربيه التي تحملها. لانه الناس، يعني عايز اقول المنطقه الخليج بتاع القرن كبير و يعني عريض. نعم طبعا عريض. ما ينفعش الجيش يعدي عليه او يعوم فيه. او ما ينفعش حتى يتعامل معاه. وما ينفعش يتعامل معاه بالمدافع من بعيد. المدافع من بعيد. يعني من الناحيه الثانيه لازم يعدي السفن. وهي دي حصانه القسطنطينيه. هو ايه اللي كان مخليهم مطمئنين بوجود السلسله؟ انه ما فيش وسيله اخرى. طيب في الوقت ده